غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته هذا اليوم جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد أن شارك جلالته في اللقاء الأخوي التشاوري الذي اختتم أعماله في مدينة العلمين بدعوة كريمة من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في هذا اللقاء الذي ضم صاحب السمو الملكي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الشقيقة وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المعظم أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية سعادة السيد هشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر